للنجف. مساء النور. اهلا بزهرة، تفضلي. والله استاذ احنا يعني اريد، انا من محافظه النجف، فحابه يعني اقول على منطقه اسمها حي ميسم التمار. بالضبط يعني حي ميسم التمار. حي ميسم التمار. طيب. طبعا نهائيا لا من المحافظ ولا من حتى من كانوا مجلس المحافظات انه يديرون بال هذه المنطقه. كهرباء، اريد كهرباء، يقولون انتم مو اوادم. ليش؟ لانه قاعدين احنا متجاوزين، يعني ناس ما عندها فلوس، وين تروح؟ حصلنا طيب هذه زهراء باليوم كم ساعه يجيكم التجهيز؟ والله العظيم ساعتين باربع ساعات. غيرها ماكو، يعني كاتمنا الحر، واذا اجت الوطني نهائيا يعني يا دوب اني احرك السر بس ماي مبرده يلا تشتغل. قلت اخاف القايش ما ادري شنو هالسوالف هذه العامه. فطلع ما لي هالشيء، لكن اشهد بالله انه كل كهرباء ماكو، اضافه الى طبعا الفلوس مالت المولده. واعرف يعني اللي قاعد بهذا المكان شنو مصرفه اليومي او شنو دخله اليومي. لو كان عنده ما كان يقعد بهذا المكان. صح. فارجو انه من محافظه النجف قبل لا يقدم المبررات والاعذار واحنا صرفنا الملايين وهالامور هاي اللي اذا قعد يعني قعدوا الكبار يحكون انه عاده تصدق بحكيهم لانه ما شاء الله حكيهم مثالي. اتمنى ينكشف لهذه المنطقه لا كهرباء لا تبليغ. بالنا يشيلوها صدق واعتقد بالله، نشترك واحنا واهل المنطقه في سبيل ننظف المنطقه ونطلعها باكمل وجه. لكن الى متى؟ المحافظ يحكي بشكل، وتعال شوف الصوره واتمنى. طيب المحافظ شنو قال لكم؟ محافظ النجف شنو قال لكم؟ كل شيء ما قال 100 مره، راحوا كباريه المنطقه ووصلوا للمحافظ وقالوا له الكهرباء وقالوا له الزباله، اي وما يخالف وكل شيء ما. طيب طلعوا لكم لجنه شافت معاناتكم؟ ما جدكم اي لجنه؟ والله هو ابو المحافظه وهو سيده ويعرف، معقوله ما محافظ ما يعرف بمحافظته شنو بيها؟ صح. لازم انه المفروض على كل محافظ بالعراق انه يطلع ولو مره واحده استطلاع على مناطق محافظته يشوفها، مو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اذا وينهم؟ فعلا وينهم؟ واني اشكرك وطولت عليكم. هم رساله نوجهها لاخوتنا المحافظين.